مساء الخير، معكم علي خالد. طبعا انتوا شايفين الشانل اسمها اتغير وان انا في مكان مختلف تماما، بس يعني عايزكم تتعودوا على المكان ده علشان هيبقى موجود معانا كتير جدا. كان بقالي فتره بعمل فيديوهات علميه وحاجات غريبه كده وتاريخ وحاجات، بس اللي انتوا متعرفوش ان انا بفتح المنهج في ليله الامتحان. المهم فعشان كده انا قررت اقلب الشانل دي هلس فقط، كل الهلس هتلاقوه هنا. الشانل دي هيكون فيها مقالب وتشالنجز وفلوجز وهيبقى فيه حاجات كتيره. و اخبار انت دخلتك مش دلوقتي انا بجد ما بتسع اعمل لك دخله بقى واكشن وحوارات. قوم يعني قوم وادخل تاني على الدخله. طب انا عايز اشرب. لا دي كوبايات فاضيه بجد والله. طيب مش عايزين نملاها حاجات كتير. ثانية بس ادخل الجهة الثانية، احنا عايزين بس نتصرف في الموضوع ده. الانتاج بس ما تكمل يعني. انت ايه؟ عادي. طيب هنعمل ايه بقى؟ وانا ما كنا المفروض نسبة الدخلة.